أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع آثما أو كفورا. ولا تطع واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
إنا يحبون العاجلة يذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا وما ولوالديه من الإباج حلتان
وجعلته نورا مبينا يرقى به درج الجنان. ولمن سمع كل آية حسنتان نفعا وثقلا في الميزان. فبحق ما قرئ للفقيدة ارحم ما كان وأنزلها خير منزل أنت الرقيب المستعان. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وحياة السيدة نفيسة الكلاتان والنبي تقولها تاني وحياة النبي تقولها تاني. على فكرة القفلة دي بتاعتك انت. وما تشاء أول مرة الواحد يعملها أبي الخشط ومالي عنك مصطبر تأتي بجديد غير محمود حلم وخلق وعلم وأدب وقسمات نور من رب العرش والجود تشدو بآيات الله فكأنما كروان يشدو أو مزمار لداود. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وحياة السيدة نفيسة لا تقول وما تشاءون تهدي. والله لا تقول تهدي. والله ما انا ساكت. لو ايه اللي حصل؟ لو هنضرب ما انا ساكت. طب والنبي تصبر. وما تشاءون تاني. يدخل من يشاء في رحمته
والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس المطمئنة اجري إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية في الحياة مقام وما فيها سبل نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. استمعنا خاشعين منصتين لكلام رب العالمين وعشنا على مأدبة القرآن الكريم واستمعنا إلى قارئ الساحات الطاهرة والأعتاب الطاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت القارئ لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لجمهورية مصر العربية. وهذه هي نهاية الصالحين نهاية الأمة الكريمة الراحلة الكريمة التي ربت أبناء على القرآن الكريم سبحت الأرواح واطمأنت القلوب وشفيت الأبدان بكلام المولى تبارك وتعالى بالأصالة عن نفسي ونيابة عن السادة القراء الذين شرفونا من كل مكان في أنحاء جمهورية مصر العربية. أتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحلة الكريمة فضيلة العلم الشيخ خضر أحمد مصطفى وفضيلة العلم الإذاعي أيضا الشيخ سعد أحمد مصطفى والشيخ محمود أحمد مصطفى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم فقيدتنا ببركة القرآن الكريم. وإليكم تحياتي الإعلامي موسى صقر من قرية قسطاي مركز بوسنا بمحافظة المنوفية والسلام عليكم.